احترامي فضل. وتقديري للطرح اللي يقول فيه عشان هلال وما هلال، لا انا اتكلم الان زي ابو عنان بيتكلم الان، انه مساله مباراه الاهلي والهلال هي مباراه القمه، مباراه ما تحتمل خطا اوت، فما بالك ضربه جزاء غير صحيحه او هدف تسلل او خطا اوت ما تحتمله. بالتالي اعتقد انا ان الحكم السعودي في دورينا تم حرقه تماما هذا الموسم. اجي في مباراه بهذا الحجم لا تقبل القسمه، لا تقبل الاجتهاد، لا تقبل التقدير، لا تقبل اي شيء، واجي اجيب فهد المرداسي من افضل حكام العرب، فهد المرداسي من افضل حكام اسيويا، من فهد المرداسي ممثلنا على مستوى كاس العالم والى اخره، لكن اتكلم انا عن مساله مباراه ضغوطها من الان بدات، فجمهور الان ما هو قادر يستوعب متى تجي يوم السبت. فاجي انا الان اخنق حكم سعودي ابعدته يا طويل العمر طول الموسم، موسم كامل مبعد الحكم 27 مباراة الا فيما نادر، اجي في مباراه مفصليه بهذا الشكل اترك الناس تتحدث الان ليه؟ ليش انا بس هو ما هو منقطع ابو محمد، ما هو منقطع، لا منقطع عن مباراه الدوري السعودي قبل يومين محكم في كوريا سيب، انا بتكلم عن مستوى دورينا، بتكلم عن كوريا يعني اعطيه البرازيل، اعطيه البرازيل والمانيا انا اقول لك من الان ينجح، اعطيه نهائي كاس العالم ينجح، اعطيه دوري انا اتكلم عن مباراه مفصول عن الدوري السعودي كامل، الحكم السعودي كل الانديه عندنا ضد الحكم السعودي، اجي في مباراه لا تقبل خطا اوت كما ذكرت واجيب حكم سعودي، انا ما اخاف على قدراته، الدوري كله المباراه دي أتكلم. خليني اكمل، هيتحمل الدوري خليني اكمل، فانا اتكلم الان على المرداسي لا اشك في قدراته المرداسي، لكن هذه المباراه كنت اتمنى من الاتحاد السعودي لكره القدم، من لجنه الحكام بخبيرها وكبيرها، انها تستقطب حكام من افضل حكام النخبه على مستوى العالم، اذا بتجيبوا مثلا من المانيا زي الحكم اللي ادار مباراه الاهلي والهلال على نهائي الدوري، هذاك حكم لما طلع المحللين السعوديين قالوا يا جماعه الخير ما في اي خطا فقط لا غير، نتمنى لجنه الحكام ان تعرض هذه المباراه ليستفيدوا حكامنا من هذا الحكم. ابو عنان كلكم بسمع طيب رايكم حول هذا القرار، بس واحده يعني ما شاء الله تبارك الله يا ابو محمد، اللي يسمع كلامك يقول ان الحكام الاجانب اللي جو ملائكه، ما عندهم اخطاء ولا اثروا في نتائج مباريات ولا ارتكبوا اخطاء كوارثيه ولا جيب لي رئيس نادي احتج سؤالي خليني اجاوب يعني جت على فهد كلامك منطقي في حكام للاسف ثلاثة واربع ضربات جزاء، لكن السوء في مين؟ سوء اختيار في حكام على مستوى عالي، انت ما اخترت، انت جايب لي حكام للاسف ارتكبوا كوارث، فانا ما هي مشكلتي انا، لكن المشكلة أيضا الآن عندما يكون مباراة بهذا الحجم، أنا يجب على 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 الاتحاد السعودي يجتمع خاص لهذه المباراة مع خبيرنا ورئيس لجنة حكامنا، ويقول أبغى من حكم على مستوى عالمي لهذه المباراة، مباراة ما تحتمل أي شيء، أجيب المرداسي طيب. الآن المرداسي لو ارتكب أي خطأ ضد الهلال أو ضد الأهلي وصلت كارثة بالنسبة له وعليه أبو فهد أبو صقر، خلونا ناخذكم بالترتيب. أنا سؤالي بس لو